هفكركم بسرعة كده أهم نقط اللي وصلنا لها لحد السكشن اللي فات. بدأنا نتكلم بنقول إن إحنا هنعمل ديزاين للميتاليك بريدجز أو الكباري المعدنية. بدأت أول حاجة خدت ملخص كده عرفته فيه أنواع الكباري اللي إحنا بنستخدمها، وقلنا إحنا بنقسم الكباري بتاعتنا على حسب الاستخدام لكباري رودواي بريدجز أو الكباري اللي بتعدي خطوط الهاي واي أو الطرق السريعة بتاعت العربيات، كباري الريلوي بريدجز أو الكباري اللي بنستخدمها عشان نمرر بيها خطوط السكة الحديد، في البيدستريان بريدجز أو الكباري المشاة اللي بتستخدم عشان أعدي بيها الأشخاص أو الأفراد يعني، في كباري بيتم إنشائها بهدف تعدية خطوط بترول أو كابلات ألياف ضوئية أو داتا أو الكلام ده كله، وآخر حاجة في عندنا كباري مؤقتة بتكون بغرض الإنشاء في حد ذاته. يعني لو حضرتك بتشتغل بتعمل منشآت تحت مائية أو حاجة في وسط مجرى ملاحي أو مجرى مائي، أحيانا تلاقي الشركة اللي بتنفذ كده بتروح جاية عاملة كوبري مؤقت تقف عليه المعدات وتشتغل لحد لما المشروع يخلص، وبعدها يلموا الكوبري ده وياخدوه. في كل الأحوال دي إحنا بنعمل كوبري ليه يا باشمهندس؟ إحنا بنعمل كوبري عشان نتخطى بيه عائق أو مانع زي منطقة منخفضة، تقاطع يعني حاجتين مع بعض مهمين، مجرى مائي مثلا مع طريق اتعدى بيه منطقة منخفضة منطقة وعرة، كل الحاجات دي بستخدم فيها كباري علشان اتغلب على المشاكل بتاعتي. وكعادة الكباري الستيل او الميتاليك بريدجز يعني زيها زي اي منشأ ستيل، قلنا بنبدأ اول خطوة عندنا بلوحة اللي اوت واللي هي المفتاح لاي مشروع ستيل في الدنيا. ولما جينا نتكلم عليه أوي تحديدا قلنا ان احنا هنلجأ لشكلين من اشكال القطاعات بتاعة الكباري، ودي كانت التقسيمة التانية بالنسبة لانواع الكباري بتاعتنا. قلنا في عندي حاجة اسمها كوبري ديك وحاجة اسمها كوبري بني. كوبري ديك يعني كوبري سطح، وده افهم منه ان منسوب الحركة بتاع المركبات او بتاع القطر هيكون على اعلى نقطة في الكوبري، يعني على ظهر الكوبري من فوق، وده الشكل الطبيعي والتقليدي. لما حضرتك تيجي تعمل كوبري هتلجأ لموضوع الديك. موضوع البني هو الحل البديل في حالة المشاكل. طب مشاكل زي ايه يا باشمهندس؟ زي ان يكون عندي الكوبري ده هيمر بمنطقة هيكون الكلير هايت بتاعها او الارتفاع الحر مش هيسمح بحركة المركبة بتاعتي، او مش هيسمح تحديدا بحركة القطر بتاعنا زي ما احنا هنشوف الترميدة كده. تلاقي حضرتك كده في اغلب الافلام الاجنبية يجيب لك دايما ان في خط سكة حديد وهيمر من خلال نفق جبلي، لو ارتفاع النفق ده ما يكفيش انه ياخد الكلير هايت بتاع القطر بالاضافه لارتفاع الديك بريدج في حد ذاته، يبقى عندي القطر وهو داخل النفق هيخبط في السقف بتاع النفق. وعشان اتغلب على المشكله دي بيجي النوع التاني اللي هو البوني بريدج، وهو ان انا اخلي منسوب الحركه بتاعي في اوطى نقطه في الكوبري ما بين الاتنين من جيردرز عشان اوفر الكلير هايت ده للحركه ذات نفسها. طبعا بدأنا نرسم اللي اوت، اتعرفنا على التريكات اللي في اللي اوت الكلام ده كله، البريسنج سيستم اللي بيتحط في الكباري، وعرفنا ان في الكوبري البني بستعيض عن الابر بريسنج بالبراكتس عشان اثبت الابر فلانج بتاعت المين جيردرز والكلام ده كله. وكمان عرفنا ان الكوبري بتاعي فيه ثلاث مكونات اساسيه، دول اللي هنبدا نتكلم عنهم في الديزاين بدايه من النهارده. قلنا الكوبري بتاعنا بيتكون من المين جيردر، ودي الكاميرا الرئيسيه اللي شايله الكوبري كله. بعد كده الكاميرا دي بتتربط في اتجاه اللاترال بكروس جيردرز، بعد كده بنشد عليها مدادات طوليه او السترينجرز يعني، والسترينجرز دي اللي بتكون شايله التراك بتاع او اللي بتثبت فيها التراك بتاع القطر في النهايه، او دي اللي هيتحرك عليها القطر بشكل مباشر. وقلنا ان احنا هنسمي الكروس جيردر والسترينجر هنسميهم الاثنين مع بعض كده الفلور بيمز، زي ما حضرتك شايف كده في العنوان بتاع سيكشن النهارده. وعلشان كده احنا بادئين نتكلم على ديزاين اوف فلور بيمز، وتحديدا السترينجر اللي هنبدأ بيها شغلنا. كنا بنقول دايما ان اتجاه الانشاء بيكون من تحت لفوق، واتجاه التصميم بتجيبه من فوق وانت نازل عشان خاطر موضوع الاحمال، وده السبب اللي خلانا نبدأ بموضوع السترينجر النهارده. في البداية كده هنشوف مقدمة بسيطة عن السترينجر. السترينجر زي ما بقول لك كده هي معمولة علشان تشيل حمل القطر بشكل مباشر وتنقله للكروس جيردرز ومنها للمين جردر وبعد كده للأساسات أو الحائط الحاملة بتاعتي أو أيا كان شكل التحميل في النهاية. أول ملحوظة تاخد بالك منها في السترينجر هو السبان بتاع السترينجر إيه، وإحنا من السكشن اللي فات برضه في اللي أوت
بدأنا نحدد مسمياتنا، قلنا الاسبان بتاع السترينجر اللي هو نفسه السبيسنج بتوين الكروس جيردرز هيبقى ايه، قلنا الاسبان بتاع الكوبري كله هنسميه ال كابيتال، العرض بتاع الكوبري هنسميه بي وهو نفسه الاسبان بتاع الكروس جيردر. فهنا بيقول لك الاسبان بتاع السترينجر لما حضرتك يكون جاي لك مشروع من البدايه وانت اللي هتقوم بالتصميم بتاعه او انت اللي هتخططه، خلي في حساباتك دايما كده وانت بترسم انك السترينجر بتاعتك يكون الاسبان بتاعها في حدود من 3 ل 5 متر. من 3 ل 5 متر ده اسبان معقول، يجيب لي دايما قطاعات في الايديال حاجه معقوله، يعني ما يخلينيش اضطر ان انا اعمل قطاعات بيلت اب وازود في التكلفه بتاعتي او اهدر في الشغل يعني وفي الوقت. الاسبان ده بيجيب قطاعات هوت رولد معقوله، وكمان بيقلل حالات التحميل المحتمله اللي انت ممكن تدخل فيها وانت بتحسب، وده هنشوفه كمان شويه واحنا شغالين. طبعا الرسمه دي رسمه مجسمه كده توريك شكل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. اللي بالاسمر ده المين جيردرز بتاعتي، وزي ما انت شايف كده مدعمه بستيفنرز فيرتيكال، وقلنا في برضه احنا بنرسم اوت الاستيفنر دي سببها ان دي بليت جيردر يعني كاميرا بيلت اب او قطاع بيلت اب، ولكن الدبس بتاعها بيكون في حدود من 2 ل 3 متر، وتخانه الويب ده في حدود 1 سنتي، وطبعا بيكون متوقع انه يحصل عندك هنا كده ايه، ها ويفز كده من اللوكال باكلينج للويب نتيجه الشير. وعشان امنع اللوكال باكلينج ده فابدا احط ايه ستيفنرز فيرتيكال كده علشان خاطر تدعم الويب بتاعنا. المين جيردر دي بتتربط في اتجاه لاترال بكروس جيردرز اللي هي باللون الاحمر ده، وبعد كده بشد عليها في الاتجاه الطولي بتاع الكوبري السترينجرز اللي باللون الازرق دي، ودي اللي بيركب عليها مباشره التراك بتاع القطر. تاني حاجه كده ايه الاستاتيكال سيستم اللي هشتغل بيه، يعني لما اجي اصمم السترينجر يا باشمهندس هل ممكن اعملها سيمبل او كونتينوس؟ الاثنين اوبشن موجودين. في الحاله الاولى لو حضرتك بتصممها سيمبلي سبورتد، حضرتك تاخد بالك ان السيستم بتاعك بالشكل ده كده، الركائز بتاعتك هي الكروس جيردرز، وبالتالي الاسبان ده هو الايه بتاعت المشروع او المسافه ما بين الكروس جيردر وبعضها، وشكل المومنت بتاعك هو شكل البارابولا، وفي الاخر لما تيجي ترسم لوحه الديتيلنج تخلي بالك ان انت عامل ايه سيمبلي سبورتد فيكون متصله بالكروس جيردر بشير كونكشن بس عشان تنقل الشير فورس وما تنقلش المومنت، ما تنقلش عزوم يعني. طيب لو انا هعملها از كونتينوس بيم، لو حضرتك هتصممها از كونتينوس بيم كل اللي بتعمله انك بتاخد بتمشي في الحل بتاعك نفس الخطوات بتاعه السيمبلي سبورتد عادي خالص لحد لما بتجيب المومنت التوتال، وبعد كده تروح تعمل توزيعه المومنت طبقا للرسمه اللي موجوده قدام حضرتك ده كده، واللي فيها بيحط لي عند الركيزه او عند العزم السالب كده 75% من قيمه المومنت اللي محسوب في حاله السيمبل بيم. الباكات الداخليه بيبقى 8 من 10 المومنت، اول باكيه بس عشان فيها ناحيه سيمبل سبورتد بتكون ازيد شويه بتبقى 9 من 10 المومنت. فده بالنسبه للمسائل، لو جه في الامتحان قال لي صمم لي از سيمبل بيم هخش في الحاله الاولى دي كده، لو جه قال لي صمم لي از كونتينوس بيم هشتغل ها سيمبلي سبورتد، وبعدين قبل لما اروح اعمل ديزاين هروح اعمل توزيعة العزوم دي وابدا اصمم على اساسها. الخطوه اللي بعد كده نتكلم على انواع الاحمال اللي موجوده عندنا. رقم واحد طبعا في اي منشأ بنصممه في الدنيا او الاحمال الاساسيه اللي هو الديد لود، واول حاجه هتقابلك في الديد لود هو الاون ويت اوف سترينجر نفسها يعني وزن السترينجر نفسها. طب احنا لسه ما صممناش يا باشمهندس ومعيش قطاع ومعيش ابعاد، هجيب الوزن منين؟ اتعلمنا ان في بيكون في عندنا كده قيم استرشاديه محسوبه بناء على خبره الحل من المشاريع القديمه او من التجارب اللي قبل كده، ومنها الناس قدروا يوصلوا ان هم يقولوا لنا انك لما تيجي تصمم سترينجر في كوبري ريلوي افرض على طول الوزن بتاعك في حدود من 100 ل 150 كيلو جرام على المتر الطولي. تاني حاجه في الاحمال بتاعتنا هو اللود اللي هيجي من وزن التراك نفسه او الاون ويت اوف تراك، وزن التراك اللي شايلاه السترينجر دي. عرفنا واحنا بنرسم اللي اوت ان اي تراك عندي هنا كده بيكون متشال على 2 سترينجر بالشكل ده كده، الدبس المسافه ما بينهم متر 80 قلنا دي مسافه ستاندرد. لما حضرتك تيجي تصمم هتصمم سترينجر واحده والتانيه هتبقى زيها، وبالتالي بتشيل نص وزن التراك. وزن التراك في حد ذاته ستاندرد برضه، هو بينتج بالوزن ده طبقا للشركات اللي بتصنع خطوط السكه الحديد، فوزن التراك بيكون 600 كيلو جرام على المتر الطولي، وبالتالي يبقى التراك السترينجر الواحده هتشيل نص الوزن ده يعني هتشيل 300 كيلو جرام بير متر داش. اخر حاجه عندك طبعا كنا بنقول ان انا لما باجي اعمل
السترينجر بتاعتي كده، بربطها مع بعضها بلاترال بريسنج بالشكل ده كده. ولاترال بريسنج ده كانت وظيفته انه يشيل اللاترال شوك اللي هتنتج عن طريق حركة العجلة بتاعة القطر كده على الريل نفسه، نتيجة ان في عندي هنا فراغ اللي هو التولرانس اللي يسمح بالحركة. كان بيحصل عندي هنا كده فورس لاترال كده في الاتجاه ده رايحة وجاي يمين شوية كده، كنا بنسميها لاترال شوك. فبنعمل البريسنج ده عشان يشيل اللاترال شوك وما تأثرش على سلامة المنشأ بعد كده. فبيقول لك افرض وزن البريسنج ده برضو بناء على خبرة الحل من 20 ل 25 كيلو جرام بير متر داش. فحضرتك جمعت الأوزان دي، ينتج عنك ال W dead load أو الحمل الميت اللي أنت هتحمل بيه الكاميرا بتاعتك وأنت بتصممها. يبقى عندي 100 زائد 300 زائد 20 يبقى 420. الأبر ليميت أو القيمة الماكسيمم يعني 150 و325 تبقى 475. هتلاقينا في الغالب بنفردها رقم في الرينج ده، بناخدها دايما 450 على أساس إن هو رقم صحيح يعني، وإيه ويسهل عليك الحسابات. يبقى دايما اتعود كده تفرض ال W dead load لما تيجي تحل مسألة في الامتحان، هتكتب الخطوات دي كده وتقوله في الآخر ال W dead load هاخدها ب 450 كيلو جرام بير متر داش. تاني حاجة عندنا اللايف لود. طبعا احنا مجازا هنا بنسميه لايف لود، ولكن هو في الحقيقة موفينج لود. احنا اهملنا تأثير الحركة بتاعه وحولناه لحمل استاتيك بالشكل اللي قدامك ده كده، هنحل بيه المنشأ بتاعنا. وبعد شوية الكود هيقول لك دخل لي تأثير الحركة ده عن طريق الديناميك افكت زي ما حضرتك شفتها في المحاضرة، عشان ترجع تعوض تأثير الحركة اللي انت اهملتها ده. طيب ايه بقى موضوع الحمل اللي قدامنا ده يا باشمهندس؟ ده كده بنسميه اللود موديل او الترين لود موديل، يعني ده احمال القطر كلها. طب هي دي شكل احمال القطر يا باشمهندس في الحقيقه؟ طبعا لا. زمان في الكود بتاع الاحمال القديم كان شكل نموذج احمال القطر كان بيرسم قطر فعلي بالابعاد اللي موجوده في الحقيقه، وعند مكان العجل بتاع جرار القطر وبتاع العربيات كنت بتلاقي فيه احمال كونسنتريتد كل واحد كده ليه قيمه، وكان يقول لك ان اول حاجة ده القطر أو ده الجرار بتاع القطر يعني، بعد كده دي عربيات ركاب، وبعد كده لو كان قطر بضايع ليه أحمال تانية وهكذا. فكان شكل اللود موديل بتاعك عبارة عن خط طويل كده عليه كونسنتريتد لودز كتير وأبعاد كتير والكلام ده كله. لما جه الكود الأوروبي من كذا سنة يعمل التطوير بتاع نموذج الأحمال ده، قال لك موضوع فكرة إن أنا أشتغل على أحمال كتير كونسنتريتد ده يلخبط في الحسابات، وبالتالي لجأوا إن هم يعملوا الشكل اللي قدامنا ده. طب ايه ده يا باشمهندس؟ ده بيسموه الايكويفالنت ترين لود موديل، يعني نموذج حمل القطر المكافئ. بمعنى ان هو عمل لي نموذج للحمل بالشكل اللي قدامك ده كده، لما حضرتك هتاخده وتحمل بيه السترينجر او الكروس جيردر او المين جيردر اللي انت بتصممها، هيديك نفس السترينج اكشن المومنت والشير فورس اللي كانوا بينتجوا عن احمال القطر الفعلي اللي كنت بتشتغل عليه في الاول. طب شكل اللود موديل بتاعنا اللي هم وصلوا له، وصلوا ان هم شكل القطر بتاعنا او الحمل بتاعنا هيكون 4 فورس كونسنتريتد كل واحده فيهم 25 طن، السبيسنج ما بينهم 1.6 متر، وكان بيكمل بقى يمين وشمال الاحمال المركزه دي بحمل موزع 8 طن بالمتر داش، بيبدا على مسافه 8 متر او 80 سنتي. ده كده حمل القطر كله على بعضه. طب لما نيجي نصمم السترينجر يا باشمهندس، لا السترينجر هتشيل حمل عجله واحده اللي احنا بنسميه الويل لود، وبالتالي احنا عملنا لنفسنا كده حاجه بنسميها الويل لود موديل او نموذج حمل العجله الواحده، اللي هو نفسه النموذج الحمل اللي فوق بس مقسوم ايه القيم بتاعت الحمل على 2، حتى ايه 4 فورس كونسنتريتد 12 ونص، وفي البدايه والنهايه احمال موزعه 4 طن بالمتر داش. حضرتك لما يجي لك في الامتحان بيجيب لك دايما نموذج الحمل ده مرسوم فيه ورقة الامتحان. لو هو جاب لك نموذج الحمل بتاعك الحمل بتاع الويل لود على طول، حضرتك هتاخده وتشتغل بيه. لو جاب لك في الورقة النموذج ده ولا رسمه لك وكتب لك عليه ترين لود، حضرتك لما تيجي تحل هتقسم القيم دي على 2 وتاخدها ايه وتكمل بيها عادي، مفيش مشكلة. الخطوة اللي بعد كده هنتكلم على حالات التحميل. دلوقتي بنتكلم على موفينج لود وعندي سبان، طبيعي ان انا هقعد احرك الحمل بتاعي عشان يجيب لي الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير. حالات التحميل بتاعتي هنبدأ أول حاجة كده بالحالات بتاعة الماكسيمم مومنت. لخصنا الحالات دي يا شباب لخمس حالات أساسية بناء على السبان بتاعك. فبيقول لك لو أنت كان السبان بتاع السترنجر اللي أنت بتصممها أقل من أو يساوي 3.2
فاحتمالات التحميل بتاعتك بتقول ان يكون عندي حمل واحد كونسنتريتد في خلال السبان، مش هينفع اخد احمال تانية غيره. وطبعا ده مثلا لو بنتكلم على سبان سترينجر صغير قوي، ممكن مثلا في حدود 3 متر تجيب الحالة دي. يعني لو عندي 3 متر وحطيت حمل واحد 12.5 من الاحمال اللي في النص الكونسنتريتد، هيبقى هنا متر ونص ومتر ونص، مش هينفع ادخل معاها احمال تانية، وبالتالي هيبقى عندي حمل واحد في النص. دي اول حالة. الحالة التانية يقول لك ان الاسبان يكون يعني كبير سنة، بحيث ان هو ياخد حملين كونسنتريتد في خلال الاسبان بالشكل اللي قدامك ده. طب ليه محطوطة على مسافة 4 من 10 متر؟ دي هنقولها كمان شوية قدام واحنا بنحسب عشان ما نضيعش فيها وقت. الحالة الأخيرة انه الاسبان بتاعك يكون زيادة كمان سنة، او انك تدخل شكل تاني من الاحمال. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ احنا قلنا من شوية ان شكل الحمل بتاعنا حاجة عاملة كده، 4 احمال كونسنتريتد بالشكل ده زي ما انت شفتها كده، وبيكمل قبلها وبعدها بحمل موزع. في الحالة رقم 2 دي، هو افترض ان هو اخد ايه، حمل من الاحمال اللي في النص، من الاتنين 12.5 اللي في النص دول. طب في الحالة التانية، لا هو افترض ان هو اخد يا الاتنين دول يا الاتنين الناحية التانية، ده نفس الحالة وده نفس الحالة. طب لما اخد الاتنين دول، قال لك اه حطهم بنفس الوضع هنا، ولكن المسافة هنا كانت كفاية انه بعد 8 من 10 متر يبدأ يحط حمل موزع كمان، اللي هو 4 طن بالمتر داش. طب لو الاسبان بتاعنا يا باشمهندس اكبر من 3.2 متر، قال لك هيكون عندك حالتين تحميل بس في الغالب كده، اللي هم ايه؟ الحالة الاولى يكون عندي 3 فورس كونسنتريتد، سواء الثلاثة دول او الثلاثة اللي الناحية التانية، اثبت طبعا على مسافة 1.6 ومحطوطين بسمترية على الكاميرا. الحالة التانية يكون عندك 4 فورس كونسنتريتد 12.5، وبرضو الحتة بتاعت 4 من 10 دي هنتكلم عنها كمان شوية، ولكن يحط الأحمال بالشكل ده كده على الكاميرا، ويبدأ يحسب منها المومنت. طب هل يا باشمهندس دي كل حالات التحميل؟ هل مفيش حالات تحميل تانية؟ في الغالب طالما حضرتك ملتزم بالمسافة اللي قلناها في الأول، اللي هي السبيسنج بتاع أو السبان بتاع السترينجر يكون في حدود من 3 ل 5 متر، هتلاقي حالات التحميل دي كفاية وتغطي كل حالة التحميل بتاعتك ومش هيكون عندك مشكلة. لو حضرتك لجأت انك تزود حاجه، تزود الاسبان، يعني عملت سترينجر 6 متر و7 متر والكلام ده، طبعا هيخش معاك حالات تحميل تانية، ومحتاج انك تقعد تفكر فيها وتدور على حالات تحميل زيادة. وده احد الاسباب اللي بيخلينا نحدد الاسبان بتاع السترينجر من البداية وانا بخطط المشروع، علشان اتجنب الوقوع في مشكلة ان يكون في عندي حالات تحميل ما تمش تغطيتها اثناء التصميم. طبعا في المحاضرة الدكتور ممكن يديك افكار حالات تحميل زيادة. في الاخر انت مع خبرة الحل، واحنا شغالين مع بعض خلال الترم كده في المشروع اللي نزل لكم، هتلاقي نفسك مرة في التانية في التالتة بدأت تحدد حالات التحميل اللي بتجيب الماكسيموم على طول، وبتروح عليها مباشرة، وبقيت عارف ازاي تحسب الماكسيموم مومنت والماكسيموم شير. نفس الكلام بالنسبة لحالات تحميل الماكسيموم شير تحت تأثير اللايف لود او الموفينج لود بتاعنا، يعني برضو لخصناها كده لحالات لو الاسبان اقل من او يساوي 3.2 ولو اكبر من 3.2. اقل من 3.2 فبيقول لك ها ان انا عندي كده، هحط على الركيزه اللي هحسب عندها الماكسيمم شير الفورس رقم 2 من القوه 12.5، وبالتالي الاسبان بتاعي احتمال يكون بيكفي ان هو ياخد كمان واحده 12.5، او يكفي ان هو ياخد كمان واحده 12.5 بالاضافه ها لحمل موزع بقيه الاسبان على مسافه 8 من 10 من الحمل الكونسنتريتد من هنا. طب الحاله الثانيه ان احنا هناخد الحمل ده ونبدا نحركه ناحيه الركيزه كده، فيبقى ال 12.5 ده ها هيجي هنا في الحالة التانية فوق الركيزة، وبعد 8 من 10 هكمل الإسبان كله بأربعة طن بالمتر داش. دول الاحتمالين اللي موجودين عندنا، ومنهم بحسب الماكسيموم شير دايما فين؟ عند الركيزة اللي احنا واقفين عندها دي كده. طيب الحالة التانية لو الإسبان بتاعنا أكبر من 3.2، نفس المبدأ تقريبا، برضو هاخد الفورس 12.5 عند الركيزة، وأبدأ أرص على مسافات 1.6 لحد ما أشوف الإسبان بتاعي. وطبعا هنا مقصود بيها الفورس دي اللي هي الفورس رقم 1 فين؟ الأربعة كونسنتريتد كده، وبعد كده هنا حمل موزع، فهو بيقصد بيها الفورس رقم 1 هنا، دي اللي حاططها فوق الركيزة هنا، عشان كده خد 3 اللي هما لحد هنا، وبعد كده الإسبان ما كفاش إنه يحط حاجة تانية، أو إن الإسبان يكون كبير فيكفي ياخد الأربعة فورس كونسنتريتد. وطبعا لو الإسبان أكبر يبقى هياخد الأربعة فورس كونسنتريتد وبعد كده يدخل معاهم حمل موزع، وهكذا. برضو طول ما أنت ملتزم بالأبعاد 3 ل 5، هتلاقي الحالات دي بس هي اللي إيه اللي موجودة معاك واللي أنت هتستخدمها.
طيب اخر حاجه عندنا يا شباب بقى، احنا قلنا من شويه ان الحمل بتاعنا هو المفروض ان هو موفينج لود، يعني حمل متحرك، ولكن احنا نتيجه ان احنا عايزين نتجنب صعوبه الحل، وان احنا نخش بقى كل حاجه نحسبها بالانفرنس لاين ونصعب على نفسنا القصه دي، فقال لك انت هتاخد الموفينج لود ده وهنسميه مجازا لايف لود، وتحوله لحمل ستاتيك، تاخده تجيب بيه السترينج اكشن بتاعك اللي هو المومنت اللايف لود، وتشيل اللايف لود زي ما انت عملت. طب تأثير حركة يا باشمهندس؟ قال لي تأثير حركة انا متوقع ان هو يزود الاحمال بتاعتي، او يزود السترينج اكشن يعني، وبالتالي قال لك انا هرجع ازود السترينج اكشن بتاعت اللايف لود اللي هي المومنت والشير لايف لود عن طريق الدايناميك افكت فاكتور او الفاي اللي موجود معانا ده كده، واللي الكود بتاع الاحمال بيوصفه لنا. فحضرتك بتحسب الفاي ومنها بتروح تضخم السترينج اكشن بتاعت اللايف لود، يبقى انت كده دخلت تأثير حركة تاني اللي انت ايه كنت اهملته في البداية. هتلاقي كود الاحمال بيديك المعادله بتاعه الفاي كده، بيقول لك الفاي بتساوي 73 من 100 زائد 2.16 من 100 على جذر ال ال امباكت ناقص 2 من 10. وبيقول لك كمان خلي بالك ان الفاي دي انت بتحسبها من المعادله، ولكن ليها حدود من اول 1.1 من 10 لحد 2، يعني هتزود الاحمال بنسبه من 10% لحد 100%، لا اقل من كده ولا اكتر من كده. يعني لو الفاي طلعت اقل من 1.1 من 10 باخدها 1.1 من 10، لو طلعت اكبر من 2 باخدها ب2، طلعت في الرينج باخدها بالرقم اللي طلع معايا وبشتغل بيها. تمام كده يا شباب؟ اللي يركز في المعادله دي هيكتشف ان المتغير الوحيد هو ال ال امباكت، وعشان كده في كود الاحمال هتلاقيه مدي لك المعادله وعامل لك جدول محترم كده فيه كل حاجه انت هتصممها، وال ال امباكت بتاعها هو بيقول لك خده بكام. طبعا ما تقعدش تدور على منطقيه ال ال امباكت، اشمعنى هنا قال لي خدها بالقيمه الفلانيه وقال لي هنا خدها بقيمه مختلفه، دي مش قصتك. هي القصة دي في الآخر معادلة امبريكال معمول لها فيتنج، يعني هو اختار البعد ده بجزء من التجارب وجزء تاني عشان خاطر المعادلة تظبط معاه في التصميم وتجيب نواتج معقولة يعني. فال امباكت نعرفها ازاي؟ حضرتك هنقولها لك مع كل جزء احنا بنصممه. فالنهاردة واحنا بنتكلم على السترينجر هتلاقيه في كود الاحمال بيقول لك ان ال امباكت تاخدها ال A اللي هو السبان بتاع السترينجر اللي في المسألة بتاعتك زائد 3 متر، ده في حالة السيمبلي سبورتد سترينج. طيب لو انا هعملها از كونتينوس بيم يبقى هاخدها 3 ايه، يعني السبان مضروب في 3. مجرد ما تحسب الكلام ده تقدر على طول منه تحسب الماكسيمم سترينج اكشن. طيب خطوات التصميم بتاعة السترينجر هي نفسها خطوات تصميم كاميرا. خطوات تصميم كاميرا في اي مبنى، رقم واحد بتحسب سترينج اكشن نتيجة الديد لود، بتحسب سترينج اكشن نتيجة اللايف لود، هتحسب دايناميك افكت فاكتور، هتاخد الماكسيموم مومنت، ها لما تعمل هنا دايناميك افكت فاكتور هتحسب بقى المومنت ديد ولايف وامباكت والشير ديد ولايف وامباكت اللي هي الماكسيموم سترينج اكشن، هتاخد المومنت تروح بيه تختار قطاع، ها وبعد كده تعمل تشيك على الشير ستريس. طب لما هاجي اختار قطاع يا باشمهندس هختار قطاع ازاي؟ عن طريق المعادله البدائيه خالص اللي كنا بنعرفها كده واحنا بندرس ماتيريال زمان، اللي بتقول لك ان الاستريس بيساوي ها الام اكس على الزد اكس بتاعت القطاع. طب الام اكس خلاص معانا، ما انا حسبتها من الخطوه اللي قبلها في الاحمال. طب الاستريس هنشيله ونعوض عنه بايه يا شباب؟ بالظبط كده بالالوبل ستريس زي ما الكود محدد. هوي المجهول الوحيد اللي عندي هو الزد اكس بتاعت القطاع، يبقى انا هدخل على جدول القطاعات على حسب نوع القطاع اللي بختاره، اذا كان اي بي اي ولا اتش اي بي ولا ايا كان نوع القطاع او شكله، وابدا اختار قطاع الزد اكس بتاعته اكبر من او تساوي ايه الرقم اللي مطلوب عندي في المساله او الريكوايرد في الحاله دي. طبعا دي المعادله اللي هتمشي معاك في تصميم السترينجر وهتمشي معاك في تصميم الكروس جيردر، دي معادله تصميم عامه. بعد لما تختار قطاع على اساسها يبقى انت كده خلاص صممت المومنت وشيكت عليه، انت اصلا مختار القطاع على اساسه. هتاخد القطاع اللي معاك دوت وتروح تعمل ايه؟ تشيك على الشير ستريس. تعالوا نتنقل كده للمثال بتاعنا. هناخد مثال بيقول لي عايزك تعمل ديزاين لسترينجر في ريلوي بريدج، ده اللي بدأت فيه الأسبوع اللي فات رسمت له لاي اوت. بليت جيردر تحديدا ديك بريدج دبل تراك، يعني بينقل سكتين مش سكة مفردة. السبان بتاعه 27 متر ديفايدد انتو 9 ايكوال بانلز، يعني السبان بتاع الكوبري 27 متر او ال ال كابيتال 27 متر متقسمة لتسع باكيات متساوية. وهنا افهم انه الاي بتاعت المشروع بكام يا شباب؟ ب 3 متر.
بيقول لي الستيل اللي انت كنت بتستخدمه كان ستيل جريد 44، يعني الاف يلد 2.8 والالتيميت 4.4 من 10 طن على السنتيمتر المربع. هبدأ على طول في الحسابات بتاعتي، هبدأ احسب السترينج اكشن نتيجة الديد لود. طبعا مش هنقعد نعيد بقى تفصيلة الديد لود اللي قلناها في الاول. الديد لود هو كده كده الاون ويت اوف سترينجر زائد التراك زائد السترينجر بريسنج، بيكون في حدود من 420 475، فاحنا هناخده 450 كيلو جرام على المتر الطولي. عشان كده هو هنا عايز يحسب بالطن والمتر، فحولها ل 450 كيلو جرام، حولها 45 من 100 طن، قسمها على 1000 يعني. يبقى المومنت لو انا هشتغل اسمبلي سبورتد، يبقى المومنت ديد لود دبليو في الاي تربيع على 8، عوض بالكلام ده يبقى المومنت 51 من 100 متر طن. ونفس الكلام الشير ديد لود بيساوي دبليو ديد لود في الاي على 2، يطلع 68 من 100 طن. لحد الخطوه دي كده يا شباب انا بدات احسب السترينج اكشن بتاعتي، ووصلت السترينج اكشن نتيجه الديد لود. اتعود كده وانت بتحل في الامتحان او في المشروع دايما النواتج المهمه تعمل ايه، تروح تحطها جوه علامه مميزه، سواء شكل مربع تعمل تحتها خط تميزها بقلم رصاص اي حاجه، بحيث ان انت لما تيجي كمان شويه تجمع السترينج اكشنز ما تقعدش تفر في الورق وتضيع في وقتك كتير، تاخد الرقم على طول اول ما عينك تقع عليه. الخطوه الثانيه الموضوع بتاع اللايف لود، هدور في الحالات الماكسيمم مومنت. انا عندي الاسبان بتاعنا اقل من 3.2 من 10، الايه بتاعتنا في المساله دي 3، يبقى انا هدور في الثلاث حالات الاولى اللي قلناهم. اول حاله ان يكون عندي 12 ونص في نص الاسبان، زي ما حضرتك شايف كده، هتروح تحسب المومنت عند نقطه ايه اللي هي السنتر بتاع الكاميرا نفسه او نص الاسبان، هتلاقي المومنت 375 من 1000 متر طن. الحاله الثانيه دي بقى اللي هنتكلم عليها، ليه يا باشمهندس حاطط الفورس كده على بعد 4 من 10؟ دي حاجة في الاستراكشر ودي طريقة عامة مش على الحالة بتاعتنا بس. لو انت عندك مجموعة فورس كونسنتريتد ايا كان قيمهم بقى، حتى لو قيم الفورس مش متساوية والابعاد بينهم مش متساوية، يعني حاجة عشوائية تماما، وحضرتك بيقول لك حرك لي نموذج الاحمال ده حطه على الكاميرا في المكان اللي يجيب ماكسيموم مومنت، الجماعة بتوع الاستراكشر توصلوا لطريقة يقول لك رقم واحد احسب المحصلة بتاعة القوة دي. لو انا جيت افترضت هنا كده ان دي المحصلة بتاعة القوة، لو سميناها هنا كده R، ها يقول لك اول حاجة احسب محصلة القوة اللي هي ببساطة مجموع القوة اللي انت بتتكلم عليه. رقم اتنين يقول لك حدد مكان المحصلة على خط التحميل، على خط القوة ده هتقف عند اي قوة فيهم، وتبدأ تقول ان عزوم القوة بيساوي عزم المحصلة، فيجيب لك بعد المحصلة على النقطة اللي انت واقف عندها. طبعا لو عملنا الكلام ده هنا عشان في سيمترية، هتلاقي ان المحصلة بتاعتك فين يا باشمهندس؟ بالظبط المحصلة بتاعتك فين؟ في النص، يعني على بعد 8 من 10 من القوة دي و8 من 10 من القوة دي. طب الخطوة اللي بعدها يقول لك هتاخد المسافة ما بين المحصلة وأقرب أقرب قوة ليها، أقرب قوة ليها فين أقرب قوة هنا؟ برضو الحالة بتاعتنا دي عشان فيها سيمترية، القوة دي أو القوة دي الاتنين هينطبق عليهم نفس الكلام. ولكن في المسألة اللي معانا دي الراجل خد القوة اللي على اليمين دي، قال لك هتاخد المسافة ما بين المحصلة وأقرب قوة ليها وتنصف ها المسافة دي كده، وبعدين قال لك هيبقى هي دي السنتر بتاع الكاميرا، عشان كده نزلها بالوضع ده. طب وبعدين يا باشمهندس قال لك بقى نزل الأحمال بتاعتك على وضعها ده كده، يعني ال 12 ونص هتنزل هنا على مسافة ال 4 من 10 ومنها تقيس 1.6 من 10 وتنزل 12 ونص التانية، يبقى على مسافة 1.2 من 10 من السنتر. قال لك يبقى هو ده كده الوضع اللي هيجيب لي الماكسيمم مومنت. طب تحديدا فين؟ تحت القوه الكبيره اللي قريبه من السنتر، مش عند السنتر بقى المره دي، يعني نقطه ايه تحت القوه الكبيره القريبه من السنتر. على حضرتك طبقت الكلام ده هتروح تحسب المومنت عند نقطه ايه، هيطلع 10.87 من 1000 متر طن. الحاله الثالثه هتعمل نفس الكلام ده بالنسبه للاحمال الموزعه، ولكن كنا بنقول ان هو هيفترض ان دي اول اتنين فورس في الأحمال المركزة من أي ناحية، وبالتالي هيبدأ يشوف بقية الإسبان هنا يكفي ياخد حمل موزع ولا لأ. هو هنا قال لك إن باقي هنا كده المسافة دي من السنتر 1.1 من 10، يشيل منها 8 من 10، يبقى له 3 من 10 متر خدهم حط عليهم حمل يونيفورم ديستريبيوتد، وراح منها يحسب المومنت وطلع المومنت بتاعه 10.2 من 10. طب فين المومنت اللايف لود؟ هو الماكسيموم من حالات التحميل دي كلها، يبقى انا عندي كده هقول له الحاله رقم 3 جابت لي الماكسيمم لود. طب هل معنى الكلام ده يا باشمهندس ان احنا بقى نطنش الاثنين التانيين ونخش على الحاله رقم 3؟ لا،
هو المفروض ان انت حضرتك احنا عملنا الاف حالات التحميل عشان نوصل ان احنا نلخص حالات التحميل الثلاثه دول ونستقر عليهم ان دول الثلاثه اللي بيجيبوا الماكسيموم لود. فما ينفعش حضرتك تستثني الموضوع مجازا كده، لو في حاجه كان يتم استثنائها كان اكيد الناس قالوا عليها من بدري، ما حدش هيخبيها عنك. وبالتالي حضرتك لما يجي لك مساله في الامتحان انت لازم تجرب في الثلاث حالات وتعرفه ان انا عندي حالات تحميل وبجرب فيها وفاهم الدنيا ماشيه ازاي. بلاش حد يستثني من دماغه عشان ما تقعش في الغلط وتروح تنشن على حالة تحميل ما يكونش هي اللي هتجيب لك الماكسيمم، لأن مش لازم الحالة رقم 3 تجيب الماكسيمم، ممكن حالات تحميل تانية الموضوع يتغير فيها. طيب الحالة بتاعت الماكسيمم شير زي ما قلنا عندنا الحالتين كده، إن يكون عندي اتنين كونسنتريتد وحمل موزع، دي هتجيب لي شير قيمته 18.57 طن. إن الحالة التانية إن أنا هاخد الفورس دي زي ما قلنا نحرك اللود موديل كله كده ناحية الركيزة يبقى عندي 12.5، وبعد كده حمل موزع كله على بقية الاسبان، ده هيجيب شير فورس وقيمتها 15.73 طن. طبعا الحالة الأولى جابت أكتر، يبقى هقول له ده الشير فورس اللي أنا هاخده أو ده الشير لايف لود بتاعي اللي أنا هاخده وأكمل بيه بقية الديزاين بتاع السترينجر. الخطوة اللي بعد كده إحنا كده حسبنا السترينج أكشن نتيجة الديد لود، حسبنا المومنت والشير نتيجة اللايف لود، ولكن على اعتبار ان هو ستاتيك لود. هنرجع تاني بقى ندخل تأثير الحركة عن طريق الديناميك افكت زي ما حضراتكم شايفين كده. هقول له اول خطوة عندي ال L امباكت للحالة اللي معانا، انا بتكلم على سترينجر وسيمبلي سبورتد، يبقى ال L امباكت بتاعها بيساوي ايه زائد 3 متر يعني 6 متر. منها اروح اعوض في المعادلة بتاعتي على طول، يبقى عندي 73% زائد 2.16% على جذر 6 ناقص 2 من 10، يطلع 1.69%. في الليمت بتاع 1.1 و2 يبقى انا كده في الرقم المظبوط ومفيش عندي فيه مشكله، وهاخد 1.69% دي ايه اكمل بيها بقيه الحل بتاعي. الخطوه اللي بعد كده على طول هحسب الماكسيمم سترينج اكشن او اللي هو مسميها هنا الفاينل سترينج اكشن، اللي هي المومنت ديد ولايف وامباكت، ودي بتساوي المومنت ديد لود زائد المومنت اللايف لود مضروب في الفاكتور او الماجنيفيكيشن فاكتور بتاع الديناميك افكت اللي هو الفاي يعني. يبقى عندي 51% زائد 10.2 في 1.69%، تطلع 17.75 متر طن. الشير ديد ولايف وامباكت نفس الكلام، هعوض بس بالارقام يطلع 32.6 طن. الخطوه اللي بعد كده هروح اختار القطاع بتاعنا. اللي مركز معايا كده كنت قلت من شويه وانا بقول خطوات التصميم بتاعه السترينجر، لما جيت عند التشوزن اوف كروس سيكشن او choose of cross section يعني كنا بنقول ايه ان انا هستخدم المعادله بتاعت البرنسبل اللي هي الاف بتساوي الام على الزد اكس بتاعت القطاع. طيب الالاو الاستريس بقى اللي هو الاف ده نفسه، قال لك هنا انت بتتكلم على كباري وفي دايناميك لود في حمل متحرك، يبقى هتتكلم على حاجه اسمها الاف ماكسيمم. ايه الماكس اف ماكسيمم؟ هو الماكسيمم الاوبل تنشن ستريس على القطاعات اللي تحت تاثير الفتيج. طب ده بحسبه ازاي؟ قال لك بتحسبه من المعادله اللي قدامك دي كده اللي هي الاف اس ار مقسومه على 1 ناقص المومنت الديد لود على المومنت الماكسيمم. المومنت الديد لود هو المينيمم سترينج اكشن، المومنت ديد ولايف امباكت اللي هو الماكسيمم سترينج اكشن. طب ايه الاف اس ار؟ قال لك ده الاستريس ويذن ذا سترين رينج. طب ايه القصه دي يا باشمهندس؟ هي معادله انت بتعوض فيها في الاخر، كل اللي قدامك هنا الام ديد والام ديد ولايف وامباكت موجودين معاك، انت لسه حاسبهم من شويه من الاحمال. الاف اس ار دي اللي هنتكلم عليها. الاف اس ار باختصار كده لو انا بقول لك ان عايزين نرسم شكل الحمل بتاعنا كده مع الزمن، يعني الكوبري بتاعي موجود اهوت، فحضرتك هتقول لي الحمل بتاعنا كده بيتغير اهو مع الزمن ايه بشكل غير منتظم، حمل ماشي مع الزمن كده. طب الاف اس ار يقول لك هو الاستريس وزن ذا سترين رينج، يعني بيساوي الاف ماكسيمم مطروح منه ايه؟ ها الاف مينيموم اللي هو الماكسيموم، ها مطروح منه المينيموم. الفرق ده هو ده الاف اس ار اللي بيتكلم عليه او الاستريس ويزن ذا سترين رينج. طب الاف اس ار دي بحسبها ازاي يا باشمهندس؟ الاف اس ار هو اجهاد متعلق بالكلال بيعتمد على شكل العنصر الانشائي اللي حضرتك بتصممه. يعني حضرتك بتصمم اي سيكشن، يعني ده بيسميه دبل سيمتريك سيكشن، فده ليه حاله او ليه كاتيجوري الكود بيقسمها كده حالات. لو حضرتك بتصمم سنجل سيمتريك سيكشن زي التشانل هيكون ليه حاله ثانيه، هيكون القطاع اضعف شويه فاتوقع ان الاف اس ار تكون اقل. طب لو بصمم كونكشن، الكونكشن حصل فيها تقطيع وتفتيح مسامير والحامات وتوصيل وحاجات، فالكونكشن
كعنصر انشائي اضعف بكتير، فاتوقع ان هو يخفض الاف اس ار. يبقى اول حاجه الاف اس ار ستريس قيمته بتعتمد على شكل التفصيله اللي انا هصممها، او شكل العنصر الانشائي اللي انا هصممه، او الكاتيجوري بتاعته يعني. رقم اتنين بتعتمد على النمبر اوف سايكلز في عمر المنشا، بتعتمد على عدد مرات تكرار الحمل في عمر المنشا. حضرتك بتعمل لي كوبري عشان الحمل ده يتكرر عليه مثلا في خلال عمره 20 مليون مره، 50 مليون مره، 200 مليون مره. بتحدد الرقمين دول او الكاتيجوري والنمبر اوف سايكلز في عمر المنشا ده، وتخش في جدول كده كان موجود في كود الستيل القديم اللي هو كود الاي اس دي اللي احنا بنصمم بيه دلوقتي بقى الكباري. كنت بتدخل بالقيمتين دول وتعمل تقاطع في الجدول كده، فيقول لك قيمه الاف اس ار بكام. طب هل احنا يا باشمهندس هنقعد بقى نتعلم الاف اس ار ونشوف بتجيبها منين والكلام ده؟ ممكن حضرتك طبعا تعمل داونلود للكود موجود على النت افيلابل عادي يعني، ممكن تجيبه وتقرا الحته دي فيه لو عايز تفهمها اكتر. ولكن بالنسبه لموضوع الكباري، كل مره نيجي نصمم سترينجر ونغير ابعاد الاسترينجر ونغير ما اعرفش في ايه، ونقعد نغير الداتا بتاعت الكوبري، نيجي نحسب الاف اس ار وتطلع في الاخر نفس الرقم. نفس القصه بالنسبه للكروس جيردر، نفس القصه بالنسبه للمين جيردر. وبالتالي عشان نسهل عليك القصه دي، احنا كل مره هنيجي نصمم حاجه هنقول لك الاف اس ار بتاعتها بكام على طول، القيمه اللي متكرره ان هي على طول تظهر معاك في التصميم. عايز تفهم الموضوع اكتر ممكن ترجع حضرتك تقرا فيه في الكود بقى، مفيش مشكله. بالنسبه للسترينجر هتلاقي ان الاف اس ار دايما بيكون بقيمتها بواحد 68 من 100 طن على السنتيمتر المربع، هقسمها على 1 ناقص 51 من 100 اللي هو المومنت الديد لود على المومنت التوتال 17.75 من 100، هتطلع 1.73 من 100. طيب الرقم ده يا باشمهندس الرقم بيطلع معايا باخده وبشتغل بيه؟ لا طبعا، الرقم ده لازم يكون اقل من او يساوي الالاوبل تنشن ستريس بتاع الستيل في الحاله العاديه خالص. في حاله الستاتيك لود، وده كلام منطقي. لما اجي احسب الالاوبل ستريس هنا نتيجه الديناميك لود او نتيجه الفتيج، اتوقع ان قيمته تكون اقل من القيمه بتاعه الاستاتيك، وعشان كده احسبها واقارنها بقيمه الاستاتيك. هي مش دايما 64 من 100، هي 64 من 100 لو حضرتك هتصمم القطاع ده از هوت رول سيكشن، كقطاع من القطاعات الجاهزه. لو هتصممه از بيلت اب سيكشن يبقى تكون اقل من او يساوي 58 من 100 الاف ييلد اللي هي ب 2.4 من 10. لو حسبتها تقريبا 64 من 100 في 2.8 من 10 هتطلع في حدود 1.79 من 100 طن على سنتيمتر مربع. طب لو انا اقل منها يا باشمهندس يبقى كده تمام، والرقم ده كده ايه هاخده واكمل بيه الحل بتاعي. طب لو كان اكبر من 64 من 100 يبقى هشطب عليه وهقول له يبقى الاف ماكسيمم بتاعتي هياخدها بتساوي قيمه ال 64 من 100 الاف يلد، واكمل بيها الحل بتاعي عادي خالص زي ما احنا متعودين قبل كده. زي ما هو بيقول لك هنا كده، ده الماكسيمم الاوبل ستريس، ده كده الاستريس رينج نتيجه الفتيج. بعد ما تاخد الكلام ده يبقى هقول له هنا الزد ريكوايرد او المطلوبه للقطاع عشان يشيل المومنت اللي عندي ده هتساوي المومنت ديد ولايف وامباكت مقسوم على الاف ماكسيمم اللي احنا لسه حاسبينها. يبقى عندي 17.75 من 100 مضروبه في 100 عشان اخلي كله حسابات بالطن والسنتي على 1.73 من 100 تطلع 1026 سنتيمتر كيوبيك. دي كده الزد ريكوايرد، يعني انا دلوقتي محتاج ادخل جدول القطاعات واجيب قطاع تكون الزد اكس بتاعته اكبر من او يساوي الرقم اللي طلع معانا ده كده. طبعا كنا قلنا السكشن اللي فات في اللي اوت مع المهندس مصطفى انه قطاع السترينجر غالبا بنعمله من القطاعات الاي بي اي او الاي بي ان اللي هو الستاندرد اي سكشنز يعني. فهدخل كده صفحه الاي بي اي اللي معاكم في جدول القطاعات وابدا افر في الارقام بتاعت القطاعات على قطاع يكون الزد اكس بتاعته اكبر من او تساوي الزد ريكوايرد اللي مطلوبه. هلاقي ان الاي بي اي 400 الزد اكس بتاعتها 1160 اكبر من القيمه المطلوبه، يبقى القطاع ده تمام اقدر اخده واكمل بيه بقيه الحل بتاعي. وكده خلاص انت كده صممت المومنت، لان انت اساسا اخترت القطاع بناء على قيمه الام ديد ولايف وامباكت او ماكسيمم مومنت يعني، فمش محتاج تعمل تشيك تاني على المومنت، هو كده خلاص سيف. الخطوه اللي بعدها تعمل تشيك على الشير ستريس. طب الشير ستريس الكود القديم كان بيقارن ستريس بستريس، فهنا هيحسب الكيو شير او الماكسيمم شير ستريس الاكشوال اللي على القطاع هيساوي الكيو ديد ولايف وامباكت اللي هي الماكسيمم شير فورس مقسومة على الاريا ويب، عشان احنا عارفين ان في الاي سيكشنز الويب هو اللي بيشيل الشير والفلانجات هي اللي بتشيل المومنت. فهنا قسم على الاتش ويب في التي ويب يبقى عندي 32.6 من 100 كنا حاسبينها من الاحمال بتاعتنا على ارتفاع الويب اي بي اي 440 سم في
في تخانة الويب لو دخلت جدول القطاعات هتلاقيها 8 ملي و6 من 10، يعني 86 من 100 سنتي. هتقول لي ان الاكشوال شير ستريس يطلع 963 من 1000 طن على سنتيمتر مربع. طب بقارنه بايه؟ لازم يكون الشير ده اقل من او يساوي الالاوبل شير ستريس، ها دي الكيو الاوبل، واللي هو الكود بيحدده لي ب 35 من 100 الاف فيلد. لو خدت 35 من 100 في 2.8 من 10 تطلع ب 98 من 100 طن على سنتيمتر مربع. طالما انا اقل منها يبقى انا كده تمام، ايه ها اوكي في السيف سايد مفيش عندي مشكله، وكده خلاص انا صممت ايه السترينجر بتاعتي از سيمبلي سبورتد بي، وخلصت المساله بتاعتي وانتهيت من القصه دي. واقول له في الاخر ان انا استقريت ان القطاع بتاعي ايه اي بي اي 400. طب لو التشيك شير ده طلع انسيف هتاخد القطاع اللي بعده اللي هو اي بي اي سي مثلا 450، ها هل محتاج اعمل تشيك على المهم التاني؟ لا خلاص كده كده القطاع هيسيف مش هتفرق بقى، لان زد اكس بتاعت الاي بي اي 450 اعلى من اي بي اي 400، فالموضوع ده انتهى خلاص. هترجع بس تعمل تشيك على الشير ستريس لو كانت الحاله دي موجوده يعني، وان كان نادرا ما تحدث، مش هتحصل حاجه زي كده في الغالب. الخطوه اللي بعدها هقول لك تعالى بقى نشوف لو انا هصمم نفس المساله دي ونفس المثال اللي معانا بس از كونتينوس بيم، هصمم سترينجر على اساس ان فيه كونتينيوتي، ايه اللي هيختلف؟ زي ما قلت لك في البدايه المساله بتاعتك هي هياها، ولكن هو بيقول لك صمم لي السترينجر از كونتينوس بيم. هحسب السترينج اكشن دي تدير لود على اعتبار ان هي سيمبلي سبورتد بيم عادي خالص، ها نفس الحسابات مومنت ديد لود والشير ديد لود على اعتبار ان هي ايه سيمبلي سبورتد، ده بيقول لي تربيع على 8 وده بيقول على ده بيقول على 2. الخطوه اللي بعدها ها السترينج اكشن نتيجة اللايف لود اللي هو المومنت والشير نتيجة اللايف لود برضو نفس الكلام، ها as mentioned before يعني زي ما حسبتها قبل كده في نفس المثال على اعتبار ان هي simple support مش هتغير حاجة خالص. الخطوة اللي بعد كده بقى يا شباب ها بعد ما حسبت الماكسيمم مومنت وكان معانا 10.2 من 10 والماكسيمم شير 18.57 من 100، هتيجي تدخل بقى ايه الدايناميك افكت فاكتور، هتلاقي هنا انه ال L impact هي اول حاجة هتختلف معاك بسبب موضوع continuity ده. يبقى تخلي بالك ان انت لما يجي يقول لي صمم A assembly supported هاخد المسألة من اول للاخر زي ما مشينا ما فيهاش مشكلة، لما اجي as continuous beam همشي برضو على اعتبار ان هي assembly supported لحد لما اجي عند الحتة بتاعت ها dynamic effect، اخلي بالي ان ال L impact هنا ب 3 ال A يعني 9 متر، هاخدها واعوض بيها في المعادلة بتاعتي، هتقول لي ان الفاي هنا المرة دي 1.5 بدل 1.69 من 100، قيم السترينج اكشن النهائيه اللي هصمم عليها اتغيرت. ومن هنا هحسب السترينج اكشن النهائيه على اعتبار ان الفاي بقت ب 1.5، هتلاقي المومنت 15.81 من 100 متر طن والشير 28.54 من 100 طن. يبقى ده اول اختلاف ظهر معانا بسبب الكونتينيوتي. الحاجه الثانيه بقى لما هاجي اختار القطاع بتاعي انا بختار على اساس المومنت زي ما قلنا، فهل جاي هنا افتكر موضوع كونتينيوتي ارجع احط السيركل سيستم بتاعي كده وارسم توزيعه المومنت، وقلنا ان عند العزم السالب بيكون 75% المومنت سواء كان مومنت ديد لود او مومنت ديد لايف وامباكت، يعني اللي ينطبق في حاله التحميل هنا ينطبق هنا، يعني ده 75% الام عامه اي مومنت بقى ايا كان نوعه ديد او لايف وامباكت مش هتفرق. الباكيات الداخليه زي ما قلنا 8 من 10 المومنت، الباكيه الاولى دي بس بتكون 9 من 10 المومنت. لما حد يجي يقول لي كده احنا يا باشمهندس بقى هنصمم ايه؟ هنصمم 75% و9 من 10 والكبير منهم ناخده نمشيه؟ هقول لك لا ده كده مش اقتصادي. حضرتك عندك بس اول باكيه في الكوبري هي اللي 9 من 10 واول باكيه في الكوبري من الناحيه الثانيه هي اللي 9 من 10. فهل علشان باكيه واحده في الاول وفي الاخر اكبر الوزن في الاسبان كله؟ فده كلام غلط. طب الحل يا باشمهندس انا هصمم ها ال 75% وهصمم ال 8 من 10 وهاخد القطاع الكبير مش منهم ده اللي همشيه على الاسبان كله، والقطاع الكبير اللي انا هختاره منهم الاثنين ده هاخده واعمل بيه ايه؟ ها اعمل بيه تشيك عند التسعه من عشره. لو هي سيف والقطاع كده كده شايلها خير وبركه. طب لو كان انسيف يا باشمهندس، يعني لو القطاع اللي انا اخترته من هنا سي مثلا انا اخترت اي بي اي 400 همشيها على الاسبان كله، بس لما جيت اخد الاي بي اي 400 واعمل بيه تشيك عند 9 من 10 لقيته انسيف، قال لي اه، قال لي يبقى احنا هنروح بقى نعمل ايه؟ نعمل تدعيم في اول واخر باكيه بس اللي هي باكيه 9 من 10 دي، زي مثلا بان انا ازود فلانجات اعمل اديشنال فلانج كده واديشنال بليت للفلانجه يزود الاستفنس بتاع القطاع ده ويزود الكباستي بتاعته.
يبقى انا هدعم في الباكيه الاولى والاخيره فقط. طيب الخطوه اللي بعد كده هقول لك ركز بقى، انت عندك هنا 8 من 10 هتتصمم وال 75% هتتصمم، ولكن الاثنين مش زي بعض. فاكر من شويه لما قلت لك قيمه ال FSR بتعتمد على حسب شكل الديتيلنج اللي احنا بنصممها؟ هنا عند ديتيل ايه او عند سيكشن رقم ايه ده انا بصمم في نص الاسبان عند الماكسيمم مومنت. طب في نص الاسبان هنا قال لي ده قطاع اي سيكشن يعني دبل سيمتريك، والقطاع سوليد سيكشن كله كامل وكونتينوس مفيش فيه مشكله، يبقى دي كاتيجوري معينه اللي هي دبل سيمتريك اي سيكشن، هتاخدها وتخش بيها ها الجدول بتاع الاف اس ار بالنمبر اوف سايكلز، هيقول لك ان الاف اس ار ما زالت زي ما هي كنا واخدينها من شويه ما اتغيرتش 1.68 من 100 طن على سنتيمتر المربع. هتاخدها وتخش بيها في معادله الاف ماكسيمم. المعادله دي بس فيها ملحوظه غلط، هو هنا عوض بايه؟ بال 12.65 من 100 اللي هي قيمه المومنت ال 8 من 10. المومنت اللي هنا ده هو عوض بال 51، ده غلط مطبعي بس المفروض هنا اتعوض بايه؟ ها ب 8 من 10 في الام ريد، يعني 8 من 10 في 51 من 100. اي نعم هما الاثنين هيروحوا مع بعض، بس لازم تخلي بالك من التركيه دي عشان ايه ما تلخبطلكش الحسابات. ها هيطلع من هنا الاف ماكسيمم ب 1736 من 1000 طن على سنتيمتر مربع، منها هتحسب الزد ريكوايرد تطلع 927 سنتيمتر كيوبيك. طب عند الديتيل رقم 2 او سيكشن بي بقى، الديتيل رقم 2 ده بيقول لك ده دي كونكشن، يعني هو هنا عايز يعمل كونتينيوتي فهيقطع ها ويجي عند التقاطع ما بين الكروس جيردر والسترينجر ويعمل بقى كونكشن ويوصل بليتات ومسامير والكلام ده. قال لك اه الكونكشن كده كده ضعيفه، وبالتالي انا اتوقع ان الايه ها ان الابل ستريس بتاعها هيكون اقل من القطاع اللي في نص الاسبان، عشان كده خد الاف اس ار بكام؟ بواحد واتناشر من 100 عشان الديتيل هنا كونكشن. الخطوه اللي بعدها هيعوض بالاف اس ار دي، وبرده نفس الخطا المطبعي هنا، دي تنضرب في 8 من 10 اللي هي 51 اللي في البسط دي كده، تضرب في 8 من 10 هتقول لك ان الاف اس ار تطلع بكام، او الاف ماكسيمم اسف تطلع ب 1.16 من 100 طن على سنتيمتر مربع. هاخد عوض بالمعادله، وخلي بالك هنا في المعادله لما تيجي تحسب الزد ريكوايرد بيعوض ب 8 من 10 المومنت ديد ولايف وامباكت عند ديتيل ايه اللي هو قيمه المومنت اللي في التوزيع الكونتينوس، وهنا هيعوض ب 75 من 100 اللي هي التوزيع برضه الكونتينوس عند النيجاتيف مومنت، يحسب منها زد ريكوير تطلع 1022 سنتيمتر كيوبيك. طبعا هيختار على اساس الكبير من الاثنين، يبقى انا هنا هختار على اساس ال 1022 سنتيمتر كيوبيك، هدخل جدول القطاعات بتاع الاي بي اي واروح ادور على قطاع الزد اكس بتاعته اكبر من او تساوي الرقم اللي انا عايزه او الريكوايرد يعني. طبعا هي مصادفة بس انه الاي بي اي 400 برضه هيطلع ينفع في الحالة بتاعت الكونتينوس. طب ايه سبب في الكلام ده يا باشمهندس؟ السبب ان احنا شغالين على سترينجر الاسبان بتاعها 3 متر اللي هو الحد الادنى في الليمت اللي قلناه في الاول خالص، واحنا لسه بنقول الانترودكشن بتاعت سيكشن النهارده. الاسبان الصغير ده هتلاقي في الغالب انك لما تعمله سيمبل سبورتد زي ما تعمله كونتينوس في الحالتين هيكون القطاع اللي هتختاره هينفع في الحالتين الاثنين. الموضوع مش هيكون كده في الاسبان الاكبر، يعني لو بتتكلم على اسبان 4.5 متر و5 متر لما حضرتك تيجي تصممها از سمبلي سبورتد واز كونتينوس بيم هتلاقي ده بيجيب قطاع وده بيجيب قطاعات مختلفه عنه تماما. السبب ان هنا القطاع نفع في الحالتين ان احنا شغالين على اسبان صغير خالص يعني. طبعا بعد ما بتاخد القطاع ده بتروح تعمل بيه ايه بقى؟ تروح تعمل بيه تشيك عند التسعه من عشره المومنت. برضو عند 9 من 10 المومنت دي ديتيله في نص الاسبان، يعني القطاع مصمت ودبل سيمتريك، يبقى الاف اس ار 1.68 من 100 هتاخدها تعوض بيها في المعادله. وبرده هنا 9 من 10 بقى الام ديد على 9 من 10 ديد ولايف وامباكت، هتجيب لك الاف ماكسيمم، هتروح تحسب منها ها الزد ريكوايرد بنفس الكلام 9 من 10 المومنت على الاف ماكسيمم اللي انت حسبتها، هتجيب الرقم ده لو هو اقل من او يساوي الزد اكس بتاعت الاي بي اي 400 يبقى تمام، وكده الاي بي اي 400 نفع ان هو يشيل ها التسعة من عشرة من غير حاجة. طيب لو كان الاي بي اي 400 يعني كانت الزد ريكوير دي اكبر من ال 1160، يعني معنى كده ان الاي بي اي 400 مش هينفع زي ما هو بيقول لك في النوت اللي ظهرت هنا كده، يبقى لو مش هتنفع ها انت هتستخدم ايه اديشنال بليتس او اديشنال فلانج، يعني هتعمل دبل فلانج عشان تزود الكباستي بتاعت القطاع. ده الحل الوحيد اللي انت هتعمله في باكيت التسعة من عشرة من الناحيتين، في اول الكوبري من هنا ومن هنا.
اخر خطوه طبعا انك هتروح تعمل تشيك على الشير ستريس، وبرده نفس الكلام القطع الاخير اللي انت استقريت عليه هتاخد الشير فورس بتاعتك تقسمها على الاريا بتاعت الويب اتش ويب في التي ويب، هتجيب لك الاكشوال شير ستريس او الكيو اكشوال، هتروح تقارنها بالكيو الاوبل اللي هو 35% الاف ييلد، وطبعا الرقم ده الرقم الاشهر في تاريخ الستيل 35% الاف ييلد في ستيل 44 اللي هو غالبا ما كان بيستخدم في الكباري زمان، تطلع 98% طن على سنتيمتر المربع، طبعا اقل منها يبقى سيف، لو اكبر منها يبقى ان سيف ومحتاج تزود القطاع. وغالبا يا شباب في القطاعات بتاعه الهوت رول ده بيكون دايما تشيك شير ده دايما بيطلع سيف، ما بيكونش فيه مشكله، والسبب في الكلام ده طبعا ناتج عن طريقه التصنيع نفسها. احنا عارفين ان القطاعات الهوت رول ده بتتصنع عن طريق البولتريشن، عامل زي ماكينه البسكوت كده، فورمه والحديد مصفور يدخل فيها يطلع من الناحيه التانيه يتبرد عشان ياخد شكله، وعشان كده غصب عنه بيضطر لما يجي يصنع يعمل قطاعات بتخانات محترمه شويه اللي احنا بنسميها الكومباكت سيكشنز. ليه؟ علشان لو القطاع ضعيف وهو لسه سخن وطالع كده من الفورمه من ناحيه تانيه هيتشكل على طول ويحصل فيه مشكله قبل ما يتبرد، هو بيضطر يديله تخانات عشان يبقى ماسك نفسه شويه، وده السبب اللي بيخلينا نقول ان كل القطاعات اللي موجوده في الجداول كومباكت نتيجه عمليه التصنيع. وده يخليني اقول لك بقى وانت خلاص مهندس كده يعني باقي لك ان شاء الله شهرين ثلاثه وتطلع تبقى موجود في السوق، انك تخلي بالك لما حضرتك تحب توفر في الديزاين بتاع الستيل يبقى تروح للبيلت اب، وجوه البيلت اب كمان تحديدا لما تحب توفر التوفير بيكون فين؟ ها، في الجزئيه بتاعه الشير المومنت ما بيكونش فيه لعبه قوي قد كده. يعني حضرتك لما تحب تبقى حريف تروح فين؟ على البيلت اب سيكشنز، تحديدا الحته بتاعه الشير دي اللي تقدر توفر منها، ودي اللي تجيب لك فرق قطاعات كبير قوي ما بين البيلت اب والهوت رولد. لحد كده يا شباب انا خلصت السكشن بتاعنا بتاع النهارده، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، وفي انتظار بقى ايه تعليقاتكم، او لو حد ليه اي استفسار في اي حاجه احنا مع بعض اهو.